كلمة تقولها قد تكون هذه الكلمة كلمة نافعة وتؤثر على شخص واحد، وذلك الشخص يؤثر على غيره. فنحن مسؤولون عن أقوالنا، السلام عليكم ورحمة الله، عن أقوالنا، عن حياتنا، عن كلامنا، وأهم من كل ذلك عن سيرتنا، لأن الكلام يسمعه الناس ويعرفون ما تقول. أغلب الخطباء، وأنا أصغرهم، حينما يتكلم كل الحاضرين يعرفون حد شماله، مو أنهم يعرفون، ما جبنا علم جديد لهم، معادلة جديدة، لا، ولكن الذي يؤثر عليهم عمل الإنسان. ومن هنا فإن عمل الأنبياء والأوصياء هو حجة علينا أكثر من كلامهم، حتى كلام الله في القرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه. أن تكون سيرتنا مع الناس على الأقل، على الأقل لا نخالف ما نقول، نقول للناس تواضعوا وفي جميع الأحوال متواضعا، لكننا نتكبر، نقول للناس أنه ادفعوا للآخرين، ساعدوا الآخرين، وأنا أستطيع أن أساعد ولو بمقدار بسيط، لكن لا أساعد. على كل حال، هذه مسألة الثانية. مسألة الأولى أن تكون عندنا معرفة لما نقول، والمسألة الثانية أن نكون نماذج، نماذج عملية، حتى يقتدي الناس بأعمالنا وليس بأقوالنا فقط.